الصراحه ملي نتا ما خرجنا كانوا سادين علينا في هذا الكونفينمون هذا. دابا فاش خرجنا الصراحه كنا مشتاقين نشوفوا هذه النار هذه المناظر الخلابه. بزاف الحوايج من هذه المناظر بحال هكا كيجيو العائلات كيجيبوا كيطيبوا طويجين ديالهم ولا كيجيبوا طنجيه مراكشيه باش معروفه مدينه البيجه وشي جلسوا تيجيو عاوتاني الكوت ديالهم وتيمشيو تيطلعوا هنا تيضربوا دويره تيشوفوا الحوت وياج. جينا من بعد هذا الكونفينمون اللي تقريبا راه عام دابا ولا عام ونص وصراحة وحشنا وجيت كنخرج انا والبنات كندورو شويه كنبدلو الجو وبصراحة وحشنا ونتمنى ما يعاودوش يسدوها ثاني مره اخرى. والناس كيخرجوا كاينه نزهه في الناس مراكش معروفين بالنزهه واكثريه كتكون نزهه في المناره والناس كيجيو كيطيبوا كتكون العائله مجموعه ملي كيكون مجموع كينشط كيضحكوا كنتجمعوا كاملين حتى واخا كاع ما كنعرفوهمش كنمشيو كنتجمعوا معاهم وكنضحكوا معاهم. بصراحة هذا هو الجو تاع مراكش. مراكش كل نشاطي في اي بلاصه ماشي غير المناره. مراكش كلها فيها البلايص زوينين وكلها فيها البلايص فين تخرج وفين تشوف تبدل الجو. حنا هادي سمعنا بانه راه ما كانش محلول مع هاد كورونا. دابا جينا شفناها صراحه كان واحد الشعور زوين شحال هادي حيت ما خرجناش ما والو ما كانش زعما فينا محلول. جينا شفناها صراحه كان واحد الشعور زوين دخلنا ليها استمتعنا شويه واخا كان الوقت ضيق شويه. المهم كان الشعور صراحه زوين ولكن ان شاء الله نتمنوا من هنا لقدام ان شاء الله يحلوها ديما وتكون حتى الستة وكنشجع الناس يجيو كاملين يشوفوها راه صراحه موقع زوين وخصوصا في هذا الصيف مراكش كتكون سخونه وكتكون عامره كنشجع اي واحد ان شاء الله يجي ليها راه صراحه موقع زوين. الصراحه الناس اللي ما عمرهم جاوا لمراكش الناس اللي كيجيو مراكش ضروري يجيو للمناره ويشوفوها بصراحه من احسن بلايص في مراكش وفيها العائلات وبلاصه نقيه وزوينه وفيها النشاط وفيها ما يتشاف.